أهلا بكم من جديد. فتح مجلس المناقصات والمزايدات في جلسته الأسبوعية 295 عطاء ل18 مناقصة ومزايدة واحدة، وبلغ إجمالي أقل العطاءات المستلمة نحو 5.4 مليون دينار. وتصدر الجلسة من حيث عدد المناقصات المطروحة المخازن المركزية بست مناقصات، تضمنت موصلات كهربائية وتوريد أنابيب وكابلات أرضية، إضافة إلى موصلات ومواد كهربائية وأعمدة فولادية وتوريد قواطع كهربائية. وقد أظهرت بيانات جلسة مجلس المناقصات طرح وزارة الإسكان مناقصة أعمال إعداد الموقع والحفريات العامة لمشروع وادي السيل الإسكاني، موقع رقم 239 مجمع 930 وادي السيل الممول من صندوق السعودي للتنمية. وتنافس على المناقصة ثلاث شركات، تقدم بأقل العطاءات شركة فيصل كو بعطاء بلغت قيمته 2.4 مليون دينار. كما طرحت شركة مطار البحرين مناقصة واحدة لاتفاقية الإطار الرئيسي للتطبيقات ومزايدة طلب تقديم مقترح لتشغيل خدمة تأجير السيارات، تنافس عليها 23 شركة، تقدم بأقل العطاءات شركة هونكو لتأجير السيارات بعطاء بلغت قيمته 425 ألف دينار. أقفل مؤشر البحرين العام تداولاته هذا الأسبوع على انخفاض نسبته 0.67% مقفلا عند مستوى 1316 نقطة، حيث ساهم قطاع الخدمات في القيمة الإجمالية للأسهم والسندات والصكوك والصناديق العقارية بنسبة 42.32%. المزيد من التفاصيل مشاهدينا في سياق التقرير التالي. تجاوزت كمية الأسهم ووحدات الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة المدرجة في بورصة البحرين خلال هذا الأسبوع 22,699,000 سهم ووحدة، وقد بلغ إجمالي قيمة الأوراق المالية المتداولة 5,843,000 دينار نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 212 صفقة. وتداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 22 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 4 شركات في حين انخفضت أسعار أسهم 8 شركات، واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق. واستحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع الخدمات، أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع البنوك التجارية. أما على مستوى الشركات فقد جاءت BMME في المركز الأول، من حيث القيمة، وجاء في المركز الثاني البنك الأهلي المتحد. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. أكد رئيس أرامكو السعودية وكبير إداريها التنفيذيين المهندس أمين الناصر أن المعلومات التي حصلت عليها أرامكو عن الشركة السعودية للصناعات الأساسية السابك الخاصة بعملية الاستحواذ تتعلق بالاستثمارات في الداخل والخارج، وهي خاضعة للدراسة من قبل خبراء للنظر في الاستحواذ، مبينا أن المشروع المشترك مع سابك لتحويل النفط الخام إلى بتروكيماويات يسير وفقا لما هو مخطط. وأكد أن الأعمال الهندسية للمشروع بدأت، وأنه سيستخدم نحو 400 ألف برميل من النفط الخام لتحويل 45% منها إلى بتروكيماويات بعد اكتماله، فيما سيتم تحويل الباقي إلى منتجات أخرى.
النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. تقرير يشير إلى أن الاضطرابات العقلية في جميع أنحاء العالم تكلف الاقتصاد العالمي أكثر من 16 تريليون دولار. قال نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بالحاج إن حجم الالتزامات المالية من المجموعة تجاه دول المنطقة تجاوزت قيمتها 6 مليارات دولار خلال عام 2018، وذلك في رقم قياسي جديد يسجل لأول مرة. وأضاف بالحاج من مدينة بالي بإندونيسيا على هامش تحضيرات اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط العام الماضي بلغ 1.7% وقد يصل ل 2.8% في العام الحالي، وهو نمو غير مرضي ويلزم نموا أقوى وأكثر استدامة. وقال أنهم من خلال البرامج في المنطقة فإنهم يستهدفون دعم الاقتصاد في هذه البلدان على مستوى دفع القطاع الخاص لأنه المحرك الرئيسي للنمو المستدام. حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد من الانخراط في حروب تجارية والعملات التي تلحق الضرر بالنمو العالمي وتعرض أطرافا بريئة غير معنية للخطر. وحظت لاغارد خلال التدشين الرسمي للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في منتجع جزيرة بالي الأندونيسية على تهدئة النزاعات التجارية وإصلاح قواعد التجارة العالمية بدلا من التخلي عنها. وقالت لاغارد في مؤتمر صحفي بأنها تأمل الأطراف الغير معنية ألا تتحرك تجاه الحرب التجارية، بما في ذلك الدول التي تورد السلع الأولية والمكونات إلى الصين مثل إندونيسيا. وشاركت لاغارد في الجدل في شأن العملة وبدت منحازة إلى جانب الصين، مؤكدة أن ضعف اليوان مقابل الدولار مدفوع بقوة العملة الأمريكية مع زيادة مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة. تحبس الشركات البريطانية أنفاسها عشية الاجتماع البريطاني الأوروبي المتوقع في بروكسل الأسبوع المقبل في 16 و17 من أكتوبر الحالي حول بريكسيت. والاجتماع الذي سيعقد على أعلى مستوى تفاوضي ممكن سيعيد البحث فيما توصل إليه الطرفان بشأن خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي. وكانت الشركات البريطانية غرقت في التشاؤم بعد فشل اجتماع مماثل عقد في سالزبورغ النمساوية الشهر الماضي، وتبين بعده أن السيناريو الطلاق الصعب بين الطرفين ممكن جدا، وذلك على الرغم من وعي جميع الأطراف بخطورة تداعياته السلبية. وتقول مصادر القطاع الخاص البريطاني إن الفشل في التوصل إلى اتفاق ما الأسبوع المقبل سيطلق العنان لمخططات بديلة بشكل عشوائي أحياناً تحفظ للشركات البريطانية بعض مكاسبها أو تحول دون تدهور أوضاعها أكثر. كما أشار المتشائمون إلى أن حصول اتفاق ما الأسبوع المقبل لن يكون نهاية الأحزان، لأن ذلك الاتفاق يحتاج إلى إقرار في البرلمان البريطاني، وهذا ما ليس من الأكيد حصوله، لأن المحافظين يصعدون اللهجة متوعدين بأنهم سيقفون بالمرصاد لذلك. باعت إيطاليا سندات سيادية بأعلى تكلفة في 5 سنوات مع تقلبات الأسواق العالمية والمخاوف بشأن تطورات الموازنة في البلاد. وأعلنت الحكومة الإيطالية بيع سندات حكومية عبر مزاد بقيمة 6.5 مليار يورو عبر 4 آجال مختلفة للسداد. وترغب روما في تحديد مستهدف لعجز موازنة العام المقبل عند 2.4%، وهو ما يرفضه الاتحاد الأوروبي الذي يطالب إيطاليا بخفض العجز لتقليص ديونها التي تمثل 131% من الناتج المحلي الإجمالي. والآن نترككم مشاهدينا مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية.
تراجعت ثروة جيف بيزوس مؤسس موقع أمازون خلال جلسة أمس فقط بأكثر من 9 مليارات دولار، وذلك بعد الخسائر الفادحة التي اجتاحت مؤشرات الأسواق الأمريكية، ليكون بيزوس هو الخاسر الأكبر مع نزيف الأسهم. هذه الخسائر جاءت إثر تراجع سهم شركة أمازون بأكثر من 6%، والتي يمتلك فيها بيزوس حصة 16%، فيما تكبد مؤشر ناسداك للتكنولوجيا أسوأ خسائر منذ 7 سنوات. وعلى الرغم من هذه الخسائر، لا يزال بيزوس يتربع على عرش أغنياء العالم، حيث تقف ثروته عند 145 مليار دولار. وكان قطاع التكنولوجيا هو المتضرر الأكبر بين الأسهم الأمريكية، حيث خسرت كل من فيسبوك وأبل أكثر من 4%، فيما تجاوزت خسائر نتفليكس 8%. تكلف اضطرابات الصحة العقلية المتزايدة في كل بلدان العالم الاقتصاد العالمي ما يصل إلى 16 تريليون دولار بين عامي 2010 و2030، ما لم ينجح التعامل معها بحسب ما ذكر تقرير. ووفقا لتقرير دورية لانست الإنجليزية، فإن الأزمة المتزايدة قد تسبب ضررا دائما للأشخاص والمجتمعات والاقتصادات حول العالم. وقد شارك في وضع التقرير 28 متخصصا عالميا في الطب النفسي والصحة العامة وعلم الأعصاب، بالإضافة إلى جماعات مدافعة عن المصابين بأمراض عقلية. وقال أحد المشاركين في التقرير فكرا بتيل إن بعض التكاليف ستكون تكاليف مباشرة للرعاية الصحية والأدوية، لكن معظم الخسائر ستكون غير مباشرة، متمثلة في فقد الإنتاجية والإنفاق على الرفاه الاجتماعي والتعليم والقانون والنظام.